خبر معانا هو عن الامريكان رابر ماكلمور، وهو جه مصر. هو بقاله كتير قوي نفسه يجي مصر، وهو هي سو هابي انه هي ميد ات. وكان بيتكلم في ان هو فاسينيتد بالاركيتكتشر وفاسينيتد بالبيراميد، وان هي حاجه يعني كان بيقول ان هي حاجه اتس ليترلي جيومتري، بس هي قد ايه شايله سيكريتس وقد ايه شايله معاني تانية يعني. فهو منبهر بده. كمان هو خد له لفه كده في الجيزه وفي القاهره بصراحه رهيبه، وصور شويه صور فيري ارتستيك، وزي ما كتبنا لكم ان هو يعني بجد يعني بيحتضن كده الاسنس الحقيقي بتاع مصر، وبيشو اوف مصر بشكل جميل جدا. فحقيقي البوست بتاعه اصلا جايب الصور حلوة جدا. انجيجمنت عاليه جدا عنده هو كمان. فانذر جماعه وين فور ايجيبت توريزم يعني بجد. بدأت اخد بالي ان احنا بدأنا نأتراكت اتنشن جامد قوي 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 على مصر، وفكرة ان الانفلونسرز الاجانب هم يعملوا لنا ماركتنج على السوشيال ميديا بتاعهم حاجة جامدة جدا، بتخلي الناس تركز معانا وعايزة تيجي تصور وتشوف. بالظبط. لو انتوا بتتفرجوا على يوتيوب هتشوفوا كل الصور، فيعني go ahead and click. ولو انتوا مش شايفين الصور او لو انتوا مش على يوتيوب، بعد ما نخلص الحلقة تقدروا تروحوا تتفرجوا على الحلقة كاملة. يس يس.